لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. يا جماعة طيوبة في ذمة الله، الله يرحمها ويرجع مسواها الجنة. المبنى كله رايح. في أخوة سوريين سألتهم عن الأستاذ أحمد عكاش، طبعا هي وأسرتها كامل تحت الأنقاض. إن شاء الله رح أنزل صور الأنقاض والله رح فرجيكم مثل ما أنا شايفين. هاي الأنقاض في أحيانا صور ما بيطالع في التيك توك يا جماعة، والله ما بقدر أصور. على الإنستغرام رح صور كل شيء إن شاء الله. يوتيوب اسمها طيوبة أم البنات، ما بعرف إذا بتعرفوها أو بتتابعوها. هاي بتكون قرايبتي، انه ابوي وابوها بكونوا مثل اولاد عم. كانت يوم الاحد بالليل نزلت فيديو طريقة اللبنية، وقالت لهم بالفيديو انه الفيديو الجاي بعمل لكم جولة ببيتي، بس ما رح تعمل جولة ببيتها لانه ماتت هي وزوجها وبناتها الستة. الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة وحسبنا الله ونعم الوكيل. وفاة طيوبة ام البنات شاهد اخر ظهور لها مع بناتها الستة. تساءل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي خلال الساعات القليلة الماضية حول وفاة طيوبة أم البنات اليوتيوبرز السورية جراء الزلزال الذي وقع شمال سوريا بقوة 7 على مقياس ريختر، ولقى العديد من المواطنين السوريين مصرعهم بعد الزلزال الذي ضرب غرب تركيا وشمال سوريا في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الماضي، حيث فاق عدد القتلى أكثر من 6000 مواطن وأكثر من 30000 مصاب. وفي هذا السياق قال شخص في فيديو له يقول أنه أحد أقارب اليوتيوبرز السورية والذي أكد وفاتها هي وبناتها البالغ عددهم 6 بنات بعد انهيار منزلها عليها، إلى أنه لم يوجد مصدر آخر يؤكد وفاة اليوتيوبرز السورية، إلى أنه بمراجعة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وجد أن آخر نشاط لها كان منذ 4 أيام، أي قبل وقوع الزلزال مباشرة، مما يؤكد أنباء وفاتها. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ادعوا لطيوبة وبناتها بالرحمة والمغفرة وأن يجعل الله مثواهما الجنة.
هناك توقع بارتفاع عدد الضحايا، خاصة أن عمليات الإنقاذ ما زالت قائمة. الآن تصريحات أيضا للأمين العام للناتو يقول فيها: نعرب عن تضامننا الكامل مع تركيا، والحلفاء يحشدون الدعم الآن. وطبعا رئيس مرصد الزلازل في تركيا يقول أن هذا الزلزال أكبر زلزال تشهده تركيا منذ عام 1999. والآن الأخبار تحديثات إخبارية إذن تتحدث عن إنذار عالمي بخطر حدوث موجات مد بحري تسونامي في الولايات الساحلية، والأخبار تشير إلى ارتفاع بمستوى المياه في بعض تلك الولايات. إذن رئيس مرصد الزلازل في تركيا يقول وينذر بخطر حدوث موجات مد بحري تسونامي في الولايات الساحلية. طبعا لا نتمنى أن يحدث هذا، لكن الأخبار تشير إلى ارتفاع بمستوى المياه في بعض تلك الولايات. ورسميا الآن إذن نتابع هذه الأخبار لحظة بلحظة. رسميا تركيا تبلغ 14 دولة بإمكانية حدوث تسونامي بعد هذا الزلزال المدمر. إذن تركيا الآن تخطر 14 دولة رسميا من خلال القنوات المختصة في متابعة هذا الملف بإمكانية حدوث تسونامي. يلاحظون ارتفاع طفيف بمستوى المياه في بعض الولايات. وطبعا دعونا نشير أن إيطاليا قد حذرت من حدوث تسونامي في سواحلها جراء زلزال تركيا، وهناك مناطق الآن تم إيقاف العمل فيها، مطارات تم إيقاف العمل فيها في تركيا. المشهد صعب للغاية مشاهدين الكرام. لازلنا معكم عبر وكالة سوار نيوز نتابع كل هذه التداعيات والمشهد الذي يتابعه العالم شعوبا وحكومات في تركيا. وطبعا تركيا ضمن دول حلف الناتو، وأيضا في سوريا التي تعيش ظروفا صعبة. ودعونا نشير أن مئات المنشآت تم تدميرها، البنى التحتية، مواقع تاريخية جنوب تركيا أعلن عن تدميرها جراء هذا الزلزال. نتحدث عن مباني تاريخية ومنشآت البنية التحتية، وهناك قرارات في تعليق الرحلات الجوية، وطرق كانت تربط بين ولايات تركية أغلقت رسميا. هناك شقوق كبيرة فيها، وهذا تسبب في تعطيل حركة السير وتضرر للمواقع الأثرية. هناك قلعة تاريخية في غازي عنتاب تضررت بشكل كبير. تكبير تكبير تكبير. çok şükür elhamdülillah bir arkadaşımızı kurtardık. Allah yardım et. Bak. الله أكبر الله أكبر. هوت أكثر من 1000 سباني. الله أكبر. زلزال عنيف ضرب مدينة الدانة ومناطق شمال غرب سوريا. هبوط أكثر من 300 على كي تحت الأنقاض. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خطوة دفاع مدني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حرام شرشف شيخ بس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثانية هذا بس حرام. والله طلع يشوفوك. والله طلع. الله أكبر يا عبد الله. الله أكبر. طيب وين أصوات رسالة تصدع تاكوت. الله أكبر الله أكبر.
Gazeteyiz. Sağ taraf Amdemir Köprü, Mehmet Mustafaoğlu'nun çiftliğinin olduğu yer. Bakın bu araç burada test yapmış. يا أهل الله يا أهل يا أمة محمد النخوي العالم جندرس تحت الأنقاض يا محمد يا محمد يا الله يا الله يا محمد هاي شلون نزلت هاي شلون نزلت هاي يا الله شلون نزلت شلون نزلت هاي نزلت بناية Aman yarabbi aman, aman yarabbi aman. Aman İçeride insan var, niye çıkmadınız? Allah'a ekber. Bırak, ne yapıyorsun? Ya gerizekalı. İnsan vardı içeride. Ya dedik geçelim dışarı. Lan insan vardı. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.